عدنا إليكم مجددا أعزائي المشاهدين ونحمل لكم عدد من الفقرات المختلفة المتمردة المتميزة والمتفردة. إحساس الشعر دائما إحساس بيكون مختلف، بترجم إحساسنا جوانا عبر الكلمة والمفردة، دائما بيعبر عن جوانا وبأحاسيسنا المختلفة يا دعاء. أكيد من خلال المساحة دي خلينا نحييكم شعراء الوطن الحبيب، يعني من تركوا الدنيا اللي قيرهم وموجود إلى الآن بيترجم لنا الكلمات الجميلة من خلال الأغنيات اللي احنا بنستمع بها، وخلونا تكون مساحة لواحدة من ضيوفنا الموجودين معنا اليوم. يا سلام، ولاية الجزيرة يا دعوية دائما ولاية بتتميز بالإبداع ودائما بتنتج لنا المبدعين في شتى المجالات المختلفة. سعيدين جدا إنه يكون في معيتنا داخل الاستديو الشاعرة مرافي الحاج. مساء الخير عليكم نورانا. الله يخليك مرافي، بدايتك الشعرية مع الشعر، عايزينك تورينا متين بديتي كتابة الشعر. والله يعني بكتب من لما كنت بقرأ يعني في الأساسي آداب في السنة الرابعة، فكنت بكتب رسائل يعني حقات شوق وكذا لحد ما طورت الكتابات وهذه اليوم بيناتكم الحمد لله. تمام، مرحبا بك يا مرافي، سعيد لبيك جدا معانا. من خلال المساحة دي خلينا نفتتح بواحدة من القصائد نعرف بها المشاهد عن كتاباتك. تسلمي. بقول مشتاقة شوق ما ليه حد، منتظرة شوفتك زي هلال، مجنونة بيك نجم غريب، في خاطري مليونين سؤال، ما شايلة دفتر للحساب مربوكة ما لاقي المجال، محتارة شقيش امشي وين والهم علي اصبح تلال، عارفاك شيال للحمول بكران وراغي ود رجال، يا بخت زولم في حياك وتفرسه وزيك قلال، يا مقنع الكاشفات وتوب يا عم فوق هامتنا شال، انا بوصف الشايفاه فيك انا لي سويت المحال، انا بوعدك لا من اموت تبقى لك الحن والدلال، ازقك حناني مع الفجر لا دايره در لا دايره مال، يا اخ باختصار انا قلبي ليك يا عاتي زي عالي جبال، راي ذاك ريت حد الممات رسيد ودايرك بالحلال، راي ذاك ريت حد الممات رسيد ودايرك بالحلال. يا سلام يا سلام يا مرافي. الشوق قالت بدت بالشوق، وطبعا الشوق والوطن والحب والصداقة الشعراء دائما بيترجموا عبر قصايدهم. مرافي عايزاك توريني من الوقف معاك في بداياتك وشجعيك وجيتي طرحتي له أول قصيدة. والله يعني هم كتار الناس اللي وقفوا معاي، فمن ضمنهم كانت يعني أمي أقرب الناس لي، ولاد تحية من هنا الوالدة والوالد، يعني كانت بتستمع لي دائما. وبعدها يعني شوية كده تطورت الحكاية، التقيت بالخال المرحوم بدر الدين بساطي برضو سمع قصايدي ودعمني، وشوية شوية كده يعني لامن التقيت بكل المجموعة. يا سلام، يعني عبر الأسرة. مرافي من بدت وبقى مسماها الشاعرة مرافي كان 200. والله يعني فيك تقولي سنتين يا دعوة. سنتين؟ ايه. أفضل القصايد أو أكثر القصايد اللي ممكن تكون عندها معك حكاية، هي شنو حكايتها شنو؟ والله يعني كان يعني قصايد الفخر دائما. قصايد الفخر؟ أيوة. كتبتيها لأزول معين؟ والله يعني لله العام. لله العام. طيب دي مساحة إنه تحييهم يعني. يا سلام. فبقول يعني برضو كانت في افتراضات مثلا، وفي قصيدة واحدة أنا مشكلها فيها فخر وفيها يعني عتاب فيها غزل، فقلت كون البيت تغني وتفتخر ببواتها، ما تملوها مهزلة وانحطاط وشماتة، نحن أخوات مهيرة ونحن يا بناتة، نحن الدنيا فرحتها يا رفاق وحلاتة، ملامها الفرحة بانت فوق وجوهنا ولاحت، ونحن المننا النسمة المعقدة فاحت، نحن الشنة وجعلها ودمعته ساحت، وكم كم نحن في غيابنا السعادات راحت، أنا بدوية من شرق الجزيرة وغادي بطرب ناسي بين أمي المكرب وهادي، أنا الكهلية مقنع لمخي ديدا النادي شيل الهم وحل الضيقة عندنا عادي، وعجبي الغنى بحرف البوادي وشكر، وعجبي البي جميل أحسان وتنى وبكر، عجب الدخري فج الحاضرين ويتحكر، إن جات طامة لا بندس ولا بتنكر، يا سلام، وبريد البال واسع وقلبه كله صمامة، وبريد البزغة ليست السماح وكلامة، بريد العمر ما جاب لي رفاقته ملامة، شاعر ود قبيلة وزول مهذب وغامة، يا سلام، وقلبي بريد وصال الجمر وما بتهمد، وطرف الشاكي من فرقاه يوم ما غمد،
فلان الهجر وقف دم أعضائي ويجمد ذهابي وعزيز نسبة ومسمى محمد عربي وحر ما أصل من أبوه وجده إن جات القبائل كلها بتهدو زي بنك الكويت عطاي ومال ما بعده بينفك سايح الضجاه وحام في ردو وقلبي بريد المنطلق من ضام ذو الغافي ومسلط في الغنى ونظام حفيد الكسر الشرف التلوب وكرام وشوقي عليه زي شوق الحجيج هالعام وغني حروفي وابدعي وصفي في بالي وين النظم بلسم وين حبيبي الغالي وين سيد النميم الغدر من قام عالي وين الهجر ماردني بفقد احوالي عفياله عفيال الجروح الساكنة في وجداني عفياله الشوق والهم وكتر احزاني عفياله هم المنه ديما بعاني لا بنسى البسيه معي ولا بنساني وفي وضع الله يا سيد الحروف الماكنة وانا يا ريتني في جوارك مواطنة وساكنة انا يا الشوق هاج طحنا ولكن حياتي بلاك سودة وما هزينا وداكنا غنيتك نصوص ومربعات وربابة حالي بلا وجودك إن شاء الله حال التابة يا الراسي ومهندم وخلقتك جذابة مشتهياك وطبعك فوق جبيني كتابة مشتهياك وطبعك فوق جبيني كتابة يا سلام يا مرافي جميلة الحروف والله قصدت فيها تفاصيل كثيرة مرافي عايزاك تحدثيني عن مشاركاتك وفي المنتديات مشاركات خارجية في الولايات هنا في الخرطوم هل عندك مشاركات كمان خارج البلاد؟ لا لدي ما حصلت لكن قبل كده شاركت في نفس البرنامج حضرة المساء هنا قبل سنة وكان برنامج هلا بيت برضه في قناة أنغام يعني المهم عدة برامج والمنتديات الجامعية أنا ما بقرأ في الجامعة لكن يعني شاركت فيها يا سلام وهناك في ولاية الجزيرة كمان عشان انت الشعرة لازم تقوم تقدمي له في دورات المدرسية شاركتي؟ لا من كنت في المدرسة بطلع في ياهو البرنامج الصباحي وبشارك يا سلام حسي ما بتعملي للناس الحلة كده قاعدة يجوا يسمعوا فيها شارك؟ قاعدة أعملها والله لكل زميلاتي وجاراتي بيجوا بيستمعوا لي الكلام اللي كتبته أنا جديد وكذا في فنجان قهوة؟ أيوة يا سلام طيب يا مرافي ما نفسك واحدة من القصايد اللي أنت بتكتبيها دي تغنى أو إذا نفسك منو حابة إنه يكون من الفنانين يغني ليكي في القصايد اللي أنت بتكتبيها؟ أنا حاليا عندي يعني 3 أعمال، واحد أديت عمر المقابل ود المروة، واحد ود الكرونكي، وعندي واحد غنى لي أصلا اسمه موسى حسن ود الوادي برضه فنان. جميل ما شاء الله. القصايد اسمها شنو؟ كان واحدة يعني بتقول أن البنينة زمان. البنينة زمان. واحدة يا جميل مالك. وواحدة برضه يعني فيها غد وخيانة كده المهم. من الفنانين الشباب اللي انت شايفاهم سواء رجال او نساء منو نفسك انه يغني لك او حاسه انه كلماتك جايه مع صوته؟ والله يعني بقول ممكن يعني عبد الله ودار الزين كان الله يدل العافيه ان شاء الله فيما بعد حلو حيكون لي عمل معه جميل ان شاء الله احنا حنكون اول الناس اللي حنسمعه وحنسمعه على الناس كمان عندك تجربه لحن بتلحني تكتبي وتلحن؟ لا لا ما حصل جربت اللحن لكن هو الكتابة يا سلام طيب منو من الشعراء اللي إذا أثرت بهم مرافي في كتابات الشعرية؟ الله يهون كتار يعني أنا الشعر ده عام كنت بتسمعي في بدايتك لمنه؟ أكثر شيء وداك الهام في إنك أنت تكوني يعني شعرة وقدرتي تكتبي كنت بتسمعي ليه؟ يعني الوسيلة محمد نور المراد له تحية من هنا وبرضه ما قصر معي يعني دعمني كثير نوع القصايد اللي انت بتكتبها يا مرافي بتجي بس مع اللحظه ولا انت بتكوني مجهزه انك تكتبي قصيده فخر قصيده غزل قصيده شكر لا لا مع اللحظه بس مع اللحظه بس حتى لحظه تجي بس تسلم قلمي وبكتب طوالي بتكون جاهزه ما بتاخذ منك زمان لا كثير لا. دي 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 مركه ما في اي زول يعني ممكن تكون موجوده هل الحاجه دي عندها طقوس بشكل كبير بالقهوه ولا دي ونسه بس يعني تشرب قهوة؟ اي عندها علاقة بانه لما انت كده تكتبي المزاج. لازم المزاج اي اهم شيء لازم قهوة. لازم المزاج كمان في الشعر دايما المزاج يكون المزاج رايق ومثلا جنبك كوباية القهوة وكده بتغني غصبا عنك يا سلام والاماكن برضه بكل لها اثر في الكتابة يعني في النيل مثلا عندك في البيت منطقة كده محددة انت بتكتبي فيها حتى الاوقات والطبيعة ممكن تكون كمان عندها دور اكثر احلى الطبيعة دايما ما حاولت تكتبي في منطقتكم والحته اللي انت موجوده فيها؟ يعني الجزيره لازم يعني ما كنت في الجزيره يا ورافي؟ يعني لسه حب القصايد ليك شنو طيب؟ والله عندي واحده يعني بتقول حكمه هي حكمه؟ طيب نسمعها؟ بقول الغنى ما بالكثير مرات بيكون بالقله
وليه الفقير المذلول وبيحترم سيد الفيلا؟ دواين غير طبيب والله بزيد العله، وشين فايده قرش لو جيبانه بس بالذله. الدايره السعاده اصله ما بالمال، والدايره النسب يعزل اعز رجال. الزواج جسمه والله ما بجمال، والعمير فاني لو قصر الزمن او طال. العمير فاني لو الزمن اللي علينا زمن صعيب وكعيب، اقرب ناسك تلقاه ليك يعيب. بيغدر بيك زولك اللي كنت فاكره حبيبه، يوم الحار يقول يا لطيف تلقيه حي دبيب. الكايسلر اصله ما بخليك زي الراقصك عمره ما بغليك، التافرك من دون سبب ما بيك، والمكتوب لك من الاله بيجيك بيجيك. بقول اغتنم الشباب وفي الفرغه ليه ولا تضيع، لا اغتنم الشباب في الفرغه ليه ولا تضيع، عيش بكرامتك ما تنزل لا تبقى وضيع. معروف الظروف ليه كل شيء بتبيع، بس اياك انت بيك تبيع شرفك وتبقى مميع. راعي الحرمه واحترم ولي جارك، واصل ارحامك دور الدارك والما دارك. ارتغي ربك في حياتك وكل اعمالك، بخفف ليك من عذابك ونارك. والناس دي سواسية لو ملك وعقيد، ونار السلطة معروف للفتن بتقيد. نقيل الكلام بيه والمحن بتزيد، وشين فايدة ريدا لو سيدو ليك مبري مفهوم الزرع لو انت ما بتسقيه، والبتزرع اليوم يوم الحصاد تجنيه. كذب اللي بيزعد زول زول رب العباد شاقيه، واللي بيتوكل على ربه الحبة ما بتجيه. راح الباقي؟ راحت. ما مشكلة، ما قصرتي معانا برضو. القصيدة دي كلماتها ممكن تكون هي حقيقة واقع، مرة عليك موقف خلاك تكتب الحاجة دي؟ يعني في نوع اللي بتلقاه بدون أي سبب، مرات يكون معاك تمام ومرات كده بدون أي سبب، يعني إياها لك أو يكون يعني في ضميره وأنت ما بتعرف الحاصل شنو، لكن تلقاه يعني بدون أي أسباب، يعني كده براه يتغير عليك، يتغير عليك. وأنت لو عارفة السبب ما مشكلة، لكن أنت بتكون ما عندك سبب معه أصلا، بتغير براه. تبقى تسأل نفسك يا ربي أنا عملت، أنا عملت له شنو؟ وفي نفس الوقت أنت ما عامل حاجة، لو عامل حاجة ما بتتأثر كثير. لكن مرات بتكون ما عامل حاجة كده يعني، وبتلقى الناس شايلين عليك ما بتعرف السبب أصلا. شكلك مرة موقف زي ده يا مرة في مضايقة شيء كثير. كثير والله. دي خلاكي تكتب القصيدة دي؟ الزول لما يكون على غلط شوية يعني بيستحمل نتيجة ما بتفرق الردى والفعل، لكن لما تكون ما غلطان بتكون شوية صعبة عليك. صعبة والله. بدي ترجم في قصيدة بعد ذاك. نعم. كويس اللي عندك المساحة انك تترجم فيها قصايدك. ما لولا القلم ده احنا يعني ما كان زي ما بقول الليلة عايشين والليلة واقفين صراحة. يعني كثير من الآلام والأوجاع، في مرات كده ما بتقدر تشكيها للناس، فأقرب يعني صديق او اقرب حبيب لك بيكون كراسك وقلمك. يا سلام عليك، دي جمله ما هينه يعني. مرافي، اول قصيده انت كتبتيها وجيت عرضتيها على شاعر، كان رايه فيها شنو في القصيده؟ والله بيقوله تمام. يعني ما في زول انتقدني في كلام انا كاتباه. طيب انا لو جيت ترجمت لك احساسه، قلت لك يا مرافي انا بمر بالحاله كده كده كده، ممكن تترجمي علي عبر قصيده؟ ممكن احسها معك. يا سلام، دي قدرة هايلة يعني. طبعا صعب شديد يعني، دايما بقول لك الشعر ممكن يجسد لك الحاجة اللي هو حاسيها. حاجة لزول قريب له، لكن زول يوصف لك حاجة ترجمها في القصيدة دي ما بتلاقي صعوبة فيها. حاسس الوجع وحاسس كده يعني بتترجم. طيب ما تدينا حاجة من الوجع دي خلينا نسمع رايك شنو. فبقول كان تكون واضح معايا لما ريت زول خلافي، وكان تقول لي ما بريدك وتكون احترافي، كان تخابرني انك غدار ما كوافي، وكان توريني وتقول جد بالغلط للريدة لافي. وانا ايه ذنبي ترميني في بحر مالي ومرافي، اديتك الريد والحنان اسقيتك من عشق الاضافي. كل ما تنده لي بجيك في الحين وحافي، اضاري في محبتنا ولا شواقنا خافي. تكافيني بالوجع من الغدر اديتني كافي، خلتني اكتب واقول سلامات ليك وعوافي. والله دنيا الريدة ظالمة وصدق في الريدة، لقيتك انت زول كذاب بس في الاخير بان اكتشافي. واوعك تخاف علي في يوم، الله كريم ولجروحي شافي. بس اتذكر الريدة القدي ايما، والعهود اللي هنافي، والفراق والوجع منك وانت قلبك ذاته جافي. بس كان تكون واضح معايا لما ريت زول خلافي، وكان تكون واضح معايا لما ريت الزول خلافي. دعاء دي شكلها هبشلاوة الحساس جوا، عشان كده قالت الحاجة. بقول لك القصايد والاغنيات اللي بيكون فيها وجع او بيكون فيها الم بتلفت نظر اي زول، وانا بحب القصايد من النوع ده. ممكن انافسك حاليا يعني دعاء شعره صح؟ احيانا بكون شعره، لكن موضوع انه انا يعني افرق نفسي تماما للحاجه دي بلقى فيها صعوبه. فنفسي انه
موضوع القرم ده يكون صديقك ما حاجة هينة. تقدري تجادعي ولا صعب عليك الموضوع ده؟ بيني وبينك ولا كيف؟ أو عموما أو بيني وبينك، ما حنافسك أنا شديد غايته، أنا قصتين ثلاثة أنا حافظاهم يعني. ما عندي مشكلة، ما حصل يعني جربتها كذا يعني. كذا حتجربونا على الهواء. ممكن أقول لكم حاجة بسيطة كده، لو احتمدتوني ممكن المرة الجاية أكون ضيفة يعني. في واحدة من القصايد أنا بحبها شديد، ممكن أكون قلتها في أحد من المنصات، هي بتقول: بميت سكيني لرؤياك وطردك من مقام رئتي وأي محل تتمناك، وسيد نفس الهوى الجواي إذا ما حاول استناك. فتشت ليك لكن ريتك لو بتطلع من تنابير البكا، ويا ريت زامر ضغناي وترك نساني وما شكا، ويا ريت ضو شارت مرورك فيني خلل كنتك، وعيني خلها للنحيب أوعى الفرح لا يحدك. أوعك تلومني إذا سكر إنسان غناوي القول معاك، لو وسط طهر الكلمة ليه علمت سيسجريت غناك، نفشت ريش الوجع عليه نقضت يوم غنت شقاك، رقصت هات الأسف خنت مع إيقاع بكاك. وكفاية يا جماعة الموضوع فيه ألم كثير شديد. يا سلام يا سلام يا سلام. فأنا بقول أنا ما بقدر صراحة على كلامي قدسي حاليا، لكن بقول برضو ليه سافرت مني بعيد وسبت هوايا عز الريد، حنانك برضو سابني وفات وطبعك يا حبيبي عنيد، ليه ظالمني يا غالي وعذابك كل ساعة بزيد، أنا المشتاق أشوف عينيك عشان سفر الأماني بعيد، أنا راجياك تحن وتعود نردد بالأغاني نشيد، تعال تعال في بالبعاد الطال، تعال الشوق ملك نشديد، حرام حرام تنساني يا محبوب، حرام تترك طريقي تفوت، حرام تهجرني مني ولي وغير شوفتك تراني بموت، حياتي بلاك مسيخة شديد، تعال نبني المحبة بيوت، بحسك فرحة في دنياي واسمك في القلب منحوت، بحسك فرحة في دنياي واسمك في القلب منحوت. يا سلام يا سلام عليك. افترض يا أمونة طورت خشي رأي بحاجة. أنا ما شعر غايب ولا بقدر أكتب، لكن نفسي أنه أنا أكتب. عندي قصائد بس هي ما طبعا أنا ما بقول يعني شعر كده، هنا هي خواطر يعني. ممكن تقول أيوة. خواطر في اللوم. اللوم دايما ممكن يكون أكتر زول يقدر يترجم إحساس اللوم ده القلم. أيوة صح، لأنه ما يزول بيقبل لك اللوم بتاعك ويقول لك ما دارك ما لامك ما لامك، أخذت لوم قلمك براك دشلو. قلت في المدارك ما لامك، قلت لك خير الزول يلوم قلمه براه يعني. صح، بينك وبين قلمك. صحيح فعلا. ما عندك حاجة في اللوم؟ تلومني ليه؟ أسأل كان قدر حالك يوريك الحصل، جسد الأماني المطرفات ما لك فصلت وما اتصل، لامتين تشيل هم الرحيل ليزول كبت آخر شهيق، لا مد جزر ولا وصل، لامتين أناديك لامتين، مليت كوسك في الحواس ضيعت آلاف السنين، مليت ضاريك في العيون يا زول ولا شايفاه عين، وريني إيقاع الخداع آخر طبول ومعاك وين. ودي الدنيا كانت أمنيات، الدنيا كانت أمنيات ممزوجة في كاسات حنين، والقمر بتونس أساي تملاها من رهف الأنين، وأنا كنت شايفك أحلى زول، أنا كنت شايفك أحلى زول، حتى القمر بحضر له بيه طرف السواد عشان شايفه بيبقى معاك شيم، بس للأسف صحيتني في أجمل سراب كان بيت غيونك بيت عيونك من خزف، ترحن بداريك بيه هيوت خليته من بعدك نزف، واخر دماغه كتبت لك احساس تجاهك بالاسف. ويا للاسف يا جماعه الجو ده حيخلينا نرجع اكثر من كده. يا دعاء كان المفروض المساحه بتاعت الضيفه كان المفروض تكون هنا. يا سلام رايح بعد نفترض المنافسه تكون قويه منك. والله يعني صراحة انت استاذه من قبل ما بتتنافسي اصلا. المخرج قال اكتشف حاجات وما كان عارفها. أيوة والله ما بتتنافسي اصلا صراحه. لا انا بس بحب شهاده من مرافي الشاعر. صح، يعتبر دي اول شهاده من زول شاعر. خلينا نواصل. طيب ادينا حاجه انت عشان انا بعد داك اضطر اني اسكت. ما بقدر اسكتك. لا انا بس قلت لك ما مشكله. ما بقدر اسكت. انت اللوم والخوف والقدر والحاجات، انا عايزه عن الحب. عن الحب ايه. انا غايتي هنا بسكت. يعني فين شويه كده يعني ما مذكرين كاملات كده يعني، لكن بقول مطوله من حنانك لي وما فات الخيال طيفك،
تراي متوسد الدمعات وبينحر في الفؤاد سيفك، تعال شاطي الغرام بتراع سفينة الشوق عليه كيفك، تعال في بالعتاب والنوح مخير في عليه كيفك، وراك وراك ضاعت سنين ودهور ولسه السايقة دوارة، وراك جفت دموع العين وحرقت كبدي بنارة، مطر سعدك علي ما بانشر وكاللقية هبارة، وظروف ريدتنا منحوسة تعيسة وذاتها جبارة، نويت ارحل واسيب دنياك عقاربك فيني نبارة، وسؤال منتظرة تصحيح وعيوني بلالي عبارة، وهل باقي المحبين ديل نفوسهم جملة حقارة؟ بريدك ريدة فطرية بحسك فرحة جوايا، بدسك من عيون الناس بخدتك للحياة وغاية، بحبك حب غيث ليلى وعليك أشعاري غناية، وبموت في دروب غرامك لي بريدك ريد بلا نهاية، وبموت في دروب غرامك لي بحبك حب بلا نهاية. يا سلام يا مرافي، يا سلام ادتني حقي. مرافي عايزين تورينا مشاريعك القادمة في مجال الشعر، وعايزة تقدم شنو في المستقبل، ونفسك تكون مرافي وين، وحابة تكون عندك مشاركات خارج البلاد؟ والله بتمنى بتمنى أثبت وجودي يعني، ويكون لي يوم من الأيام يعني بصمة خاصة في كل الساحة الفنية، يعني سواء كان أعمال غنائية أو مثلا أعمال الاستماع أو وجع أو فرح كذا يعني. المهم مشاركة جميلة. المهم أيه. أكيد أنت تركتي بصمة جميلة الليلة معانا كأول ضيفة، نحن سعيدنا بك جدا، إن شاء الله تكون مساحات أوسع مع فنانين يغنوا لنا قصائدك الجميلة. شكرا لك كثير يا مرافي. تسلمي. شكرا يا مرافي، وتحية كمان يا مرافي لأهلنا في الجزيرة كلهم، وكمان في كل ربوع الوطن الحبيب. نحن لسه متواصلين عبر فقراتنا المختلفة، لكن بعد فاصل ونرجع جايين.